خير، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم لي ما فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم ان شاء الله انا قررت انني غنشارك معكم فيديوهات من هاد النوع. علاش؟ باش ما نبقاش مقنطه في الدار جالسه ما كنتحركش ما كندير والو، كنحاول انني نكون اكتيف واخا في بلاصتي. مش قراني ممنوعه منه، كلشي ممنوعه منه. الوغ خاصني شي حوايج اللي كيف ما كنقولوا كنفوج بهم ونتوانس معكم ونهضر معكم شويه وندرسوا شويه ونتعرفوا على بعضياتنا وتعرفوا عليا بليتو كتر. اليوم قررت انني غندير معكم واحد الفيديو من داك النوع ديال الفيديوهات اللي كتحماقوا عليهم واللي كيلقاو اقبال كبير ان شاء الله. واليوم قررت ندير معكم فيديو ديال 20 حقيقه عليه. المهم صونا ليا التليفون ديال فيكس هو غير هنا حدايا، ولكن خاصني ضروري نوض بشويه داكشي. كنجاوب الناس ديال لي كوموند ديال لي بارفان، راكم عارفين. ما عرفتش شارك معكم هذا السوجي ولا شاركته معكم، شو بدر مجد الورق، ولا شاركته معكم غير في التيك توك. الصراحه واقيلا ما شاركتش معكم نتوما ديال اليوتيوب هذا السوجي. لا ليفريزون ديال لي بارفان يعني في المغرب كله. المهم بروجي اللي يلاه ماشي يلاه بادي، ولكن في طور نمو كيف ما كنقولوا. ان شاء الله الا بغيتو نهضر لكم على هذا الموضوع ندير لكم فيديو مختص باش نشرح لكم البروجي كيفاش، واللي بغى يستافد من هذا البروجي كيفاش يدير، واللي بغى يكوموندي شي حاجه كيفاش يدير، ونشارك معكم لي برودوي اللي كيكونوا عندنا في رشا بيوتي بارفومري وان شاء الله يكون خير. المهم غادي الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه 20 حقيقه عني انا، 20 حقيقه عليا انا غنعترف لكم بها. علاش قررت ندير هاد لا فيديو هادي؟ حيت بعض المرات ما عرفتش واش تسمعوني مزيان هكا، بعض المرات كيكونوا اسئله كيكونوا ما كنقدرش نجاوب. على اليوم قررت يا فضائح، اليوم اسرار وفضائح. اول حقيقه عليا هي انكم بزاف المرات بلا ما نشوفها الواقع، حيت عارفه باش بديت بزاف المرات في تيك توك ولا في الانستغرام في لي ستوري ولا شي حاجه تديروا معايا تحدي ديال اكل الليمونه ولا تحدي ديال ناكل الحامض. خاصني نسد الشرجه، انا سد هادو بجوج خاصني نسد هذا. المهم كيكونوا كيقولوا لي تحدي تاكلي حامضه ولا تاكلي جوج حامضات. انا راه من الناس اللي كنعشق الحامض، الليمون الصفر يعني بالنسبه للناس اللي ما عرفوش شنو، راه من الناس اللي كنعشق الحامض. انا الحامضه كنشوفها كبحال كتقول لي اشي كولي كولي. انا اصلا من الناس اللي كيشربوا العصير ديال الحامض ونقدر نشربو بلا سكر، كنحمق عليه يعني. راه بالنسبه لي هذا ماشي تحدي، كيقترحوا عليا شربي بيضه خضراء، انا اصلا كنت كنشرب البيض خضر بسكر كنت كنشرب البيض خضر. المهم هادشي، المهم الحامض كنموت على الحامض. كاينين الناس اللي كيبقاو يدير كيبقاو يديروا واحد ردة الفعل بشكل، انا لا كنشوف الحامض ندير هادي الحقيقه الاولى. الحقيقه الثانيه، الحقيقه الثانيه يا خوتي غنبوح بها لاول مره، كيعرفوا غير الناس اللي قراب ليا. ما كنحملش ناكل عند الناس في ديورهم لسبب، اولا ناكل مع الناس في لي ستورو ولا في اي بلاصه. ما كنحملش ناكل مع الناس جماعه بزاف يكونوا كثار يكونوا فوق من ثلاثه. المهم ما كنحملش ناكل مع الناس. علاش؟ لسبب انني انا عسريه، عسريه خوتي، ما عندي ما ندير. كناكل بلي صريه الوغ ملي كناكل كيف يا اما كاينين شي ناس اللي كيبداو يتغمزوا عليك، شوف شوف كاين بنادم اللي كيقمعك في وجهك حطي هذيك اليد ما تاكلش بهذيك اليد. راه هادشي انا عارفه، ولكن راه هادشي اللي عطاني الله ما عندي ما ندير. راه كنضرب باش نتعلم اليمنيه، ما قدرتش. راه في داري كناكل باليمنيه كنلون حالتي كامله والصلاه ونجي كترون حالتي كلها كتولي حاله، ما كنعرفش حيت ولفت صافي اما خليت ما درت. وعلى فكره انا كنكتب باليسرية وكنكتب باليمنيه بجوج. علاش؟ لان نهار تهرست يدي اليسرية نهار اللي ما كنتش كنحركها كنت كنكتب باليمنيه. بزز ملي في المدرسه كنكتب باليمنيه حتى تعلمت، ولكن بالنسبه للماكله كانت كتوكلني ماما داكشي علاش ما تعلمتش ناكل بها. الوغ انا كنكتب باليسرية يا بلا ما تعيروني بلا ما تسبوني. الحقيقه الثالثه عليا اخوتي اللي هي انني ما كنحملش نلبس الحوايج كلاسيك، القضيه ديال لابيست شوميز
دوك لي كولي اللي دايرين هكايا، دوك لي براسلي، داكشي كلاس، وصبيبيط، ديك لي موكاسان كلاس، ولا الطالون، ما تقدرش عندي الطالون في الدار، كذب عليكم الكذاب، ما عنديش طالون، كنفكر زعما واش عندي شي واحد، كنشريه، كندوز بيه نهار واحد، كنحيدو، ما عنديش طالون، ديك القضية في الدريسينغ نحط طويلينات وداكشي لا لا، من هنا القدام الله يعلم، ولكن دابا حاليا أوهو، وما فات من عمري أوهو، ما كنلبسش الطالون، ديما أختي كابيتشون سروال جين اسبرديلا اولا برودكان اولا تمبرلاند اولا كاط اولا اي حاجه عاليه ولا دي بوط عاليين. المهم المهم ما عنديش مع الكلاس لا في الحوايج ولا في الصباط، زعما تجي تلقيني لابسه لافيستو داكشي ديال هكا والاداره او نو كابيتشو كابيتشو نهار اللي كنلبس الكلاس كنلبس كلاس مع سبرديلا. المهم كنهرس ما خصنيش نلبس كلاس كله عزري الدوار. الحقيقة الرابعة خوتي هي أنني مكرهتش 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 بزاف ديال المرات أنني نعيش في البادية. علاش؟ أنا كبرت في مدينة ماشي في البادية، ولكن أنا كنحماق على داك الكالم، وتفيق الصباح وتسمع الفروج مع الصباح، وتلقاي ديك القنين قنية تيدور ولا في داك الغار ديالهم، والنعيجة تلهيه والبقرة تسمعو ليه، واه يا سلام، والدجاجة قوقا قوقا هي والفريسة ديالها، الراحة النفسية قسما بالله، ما يكون لا لانترنيت لا التليفون لا تي شي حاجة. مكرهتش شي فيرما تكون بعيدة على المدينة، وما يكونوش جيران، تكون دار هنا ودار هي ودار هي، عرفتي دوك الدوار اللي كيكونوا مفرقين فيهم الديو. وقسم بالله الا هذه امنيتي، ماشي امنيتي ندير شي فيلا، امنيتي دار في العروبية وتكون بعيدة، ويكون عندي داك الفران ديال العواد. يا هذه هي الحياة عندي أنا بالنسبة لي. عندك ماما عندك الكاميرا غابو، هذه هي الحياة أنا بالنسبة لي صراحة الله. هذه هي الحقيقة الرابعة لي، شوفوا الحقيقة الخامسة. المهم جات سيليا رونتني ودرت لي الصداع، هذاك الشيء قلت لكم ما نقدرش نبقى جالسة. الحقيقة الخامسة كيف ما قلت لكم ما كنقدرش نبات عند الناس، ما نقدرش ما نقدرش، ماشي ما كنباتش، كنبات عند الناس، كنمشي للمناسبه، ولكن راه ما كنرتاحش، راه بحال مخنوقه مقجوجه هكا، بطع ليا وقتاش نجي لداري. والله العظيم شتو لدرجه انني وليت كنحس حتى في دارنا، ملي كنمشي لاكادير لدارنا وليت كنحس بداك الاحساس، ما كنرتاحش، ما عرفتش علاش، ما كناخذش راحتي لا في الباس لا في انني نعس مرتاحه لا ما عرفتش، واخا تكون الدار ما فيها حتى شي واحد، المهم ماشي داري ما منعسش فيها، ماشي فراشي ما نعسش، ما واخا كنعس بالليل ما كنرتاحش، نقدر نص نعسه ديك ها عرفتو ديك هكا، ما كنبقى مشوشه ما عرفتش علاش، هادي هكا دار فيا الله والله العظيم. سورتو من بعد دابا تبارك الله راه غدا 9 سنين ديال الزواج، ما بقيتش كنقدر نعس فشي بلاصه اخرى عند ولا نبات عند شي حد بعدا بتاتا، ما نقدرش ما نقدرش. هادي الحقيقه الخامسه. نشوفوا الحقيقه السادسه. الحقيقه السادسه خوتي كنحمق على شي حاجه سميتها الكادوات والمفاجات. كاين اللي ما كيحملش المفاجات، انك تفاجئوا بشي حاجه سوا زوينه سوا خايبه، ولكن انا كنحمق على المفاجات، كيعجبني يفاجئني الانسان ولو بحاجه بسيطه، ولو بحاجه بسيطه كيعجبوني المفاجات. ما كيعجبنيش مثلا نكون عارفه ان داك الانسان غيدير لي هاد الحاجه ولا لا، كتعجبني تكون مفاجاه. اما الكادوات راه كلنا كنحمقوا عليهم، غير انا زايده واحد النغزه، الكادوات تقدر تكون غير حاجه رمزيه وتعجبني ونفرح بها، ماشي بالضروره تكون حاجه غاليه. حاجه اخرى الكادوات ما نحملش شي حد يكون معايا ملي نكون كنحل الكادو، ما كنبغيش شي حد يكون معايا ملي نكون كنحل الكادو ديالي، خصني نحلو وانا بوحديتي ونتمعن باش نعجبني ندير فيه ديك ما عجبنيش ندير فيه. هاكم ضحك معكم. نمشيو للحقيقه السابعه. الحقيقه السابعه خوتي السابعه، نيفي نيفي في واحد الميزه زوينه، ملي كنتعصبني في كيكبر وكيصغر بحال هكا. كتقولي ماما كنتي كتشوفي في قنيه، حيت كانوا عندي القنيات فاش كنت صغيره كنبقى حديهم تيبقاو يديرو. المهم ملي كنتعصب سيختو ملي كنتعصبني في كيولو فيه جوج كلهم، تقدر تجيب داركم وفراشكم وتجي تسكن هنا.
نمشيو للحقيقه الثامنه. المهم الحقيقه الثامنه غنوضح فيها بزاف ديال الامور. بزاف ديال الناس ما كتعجبهمش شخصيتي، وانا كنحمق على شخصيتي وكنحمق على راسي وكنحمق عليا عليا عليا. كنحمق، انا كنبغيني، انا كنحبني، انا كنحمق عليا، انا كنجوتيميني سورتو شخصيتي. علاش الناس كيكرهوا شخصيتي؟ حيت انا ديما هكا تيبي لو سرق العواد، واخا تكون عندي المشاكل ديال الدنيا والدين، مازال غنرجعوا لهذا الموضوع هذا، انني كنجيبها في صحتي من بعد ياك. ولكن انا عمركم ما تلقاوني مثلا معصبني شي حد ومغلغلني وداكشي، كنتلاقى مع شي حد اخر كنضحك كنضحك ونتنز نقول النكات، قولها وضحك عليها وبخير والامور غير واضحه. الدنيا كلها غير طريقه، علاش غنتعصب؟ نقدر كيف ما قلت لكم غنرجعوا لهذا الموضوع، كنجيبها فراسي يعني من الداخل ديالي ربي اللي علم بيا، ولكن ما كنتعصبش مع بنادم ونبين ليه انني معصبه سير ماما تفرجي سير فين فبنت، علاش ما عجباتكش نبدل لك عاوتاني. شوف كتصور يلا بلاتي ماما طو 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 عافاك عافاك بلاتي بلاتي. واخا شفتو سيليا؟ سيليا ملي كنكون انا مريضه ولا ملي كنصور عاد كنبان ليها يلا مامو اجي مامو يلا مامو. نكمل لكم، الناس كتجيهم شخصيتي بحال انا خفيفه بحال انا مبرشه في عقلي بحال، ولكن انا عاجبه شخصيتي هكا. علاش؟ حيت ما كنخلطش ما بين الامور، كنكون بروفيسيونيل اذا صح القول. نقدر مثلا تعصبت مع هذا الانسان ما نقدرش نخوي سمي في الاخر، يعني كنكون ديما هكا ستابل ما وديما جو مونفون انا هكا يعني راه دابا مريضه وما نعرف شنو. واخا يكون عندي المشاكل ما عمري ما كنبين الناس المشاكل، الداخل ديالي كياكل الطاقه. هذه هي شخصيتي وكنبغيني. نمشيو للحقيقه رقم 9. ما نقدرش الحقيقه رقم 9، ما نقدرش نجلس في مجمع مع الناس اللي فيهم الانا او الانانيه. مثلا كتجلس مع شي حد انا درت انا شريت انا فعلت انا تركت انا هو اللي عاونت فلان انا هو اللي درت لفلان انا اللي صوبت لفلان انا اللي قضيت لفلان الامور انا اللي درت انا اللي فعلت انا اللي بغيت راه ندير انا ديك انا 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 كترني في راسي ما كنقدرش نجلس. نقدر نسمع ديك انا ثلاثه المرات نعرفوا راه انسان اللي كيقول انا 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 نجمع شطايطي ما نباتش هنا. واخا نعرف واخا نعرف ما نقدرش نعيش بلا داك الانسان حاشا ولله. عرفتوا راه شنو نقول لكم؟ نجمع شطايطي ما نباتش انا ما عنديش مع ديك الان. شوف الحقيقه رقم 10، الحقيقه رقم 10 واللي هي ماشي قرار وانما الظروف فرضت هذا القرار، مفروض عليا مفروض عليا من الظروف اكثر مما هو مفروض عليا من عند راجلي. ماشي مفروض عليا من عند راجلي، وانما راجلي كيعطيني ديما بالنسبه لعادل كيعطيني ديما الامثله. ملي كنبغي ندير شي حاجه تيقول لي عقلتي درتي 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 اشنو جا كشنو جا. شوفوني مع الناس وداكشي، ولكن قررت ما بقاش ندير صحابات. يس ما بقاش ندير صحابات، قرار نهائي لا رجعة فيه لا رجعة فيه. برافو ليا كنحييني. نمشيو للقرار رقم 11 او للحقيقة رقم 11. كنكره واحد الناس اللي هما كتكون الاغنيه خدامه، انا طلقة اغنيه ولا مطلوقه في شي بلاصه ولا المغني كيغني وباغي حنا نصنتو ديك الاغنيه بالصوت ديال داك الانسان ولا بالصوت ديال ديك المغنيه ولا المغني ولا الفنان ولا كيف ما بغى يكون، باغي نصنتو لداك الصوت ونتمتعو به. ويجي واحد وحده زعما راه هو حافظ، وبزعطه لك انت حافظ، خلينا نسمعو الاصلي. ما كنحمش دوك الناس اللي كيغني بالجد باش يغطي على الاغنيه الاصليه وباش تعري بين راسو، راه هو راه صوته زوين وهو صوته راه مزخب وداير الكرينات باش يبان راه حافظ الاغنيه. الله يا خويا مالك، خلينا نسمع تخلينا وخلينا نسمع. الحقيقه رقم 12، كنكره شي واحد يعطيني الاوامر ديري فعلي
تركي صوب يديك قد يديك سط بيديك كنكره حيت انا براسي ما عمري كنعطي لشي حد الاوامر. انا ملي كنقول حاجه واش تقدر دير ليا هادي؟ واش تقدر تقضي ليا هاد الغرض؟ واش الا جات على خاطرك تصاوب ليا هادي هكا كتقدر امور بلاتي هي احسن ماشي دير هاديك فعل هاديك ناري كنكره كنكره ما نقدرش من الاخر تعرف الحقيقه رقم 13. انا من الناس اللي كنتوقع الحقيقه رقم 13 انا من الناس اللي كنتوقع الاشياء قبل ما توقع. ما عرفتش واش يكونوا ناس بحالي ولكن اقسم بالله العلي العظيم انت كنتوقع الاشياء قبل ما توقع. مثلا غتوقع شي حاجه كيدوز ليا انا واحد الغفله بحال هكا واحد بحال الفلاش باك بحال شي حاجه ديجا واقعه وكنشوفها بحال هكا كنقول ولا بعض المرات ملي كنعيش ديك الحاجه كنقول راني عشتها قبل بحال عشتها قبل يعني كتكون ديجا في دماغي غتوقع. اولا مثلا انا غنهضر مع واحد الانسان كنقول غيجاوبني بالطريقه الفلان فلانيه وكنقول الكلمات في دماغي وكيجاوبني بنفس الطريقه كنتصدم. اولا مثلا كنكون دايره في دماغي واحد الحاجه غنمشي ليها ولا غدار ولا كنعرف شنو غيدوز فيها من دماغي بوحدي ملي كنمشي كيوقع داكشي اللي انا شفت في دماغي. سبحان الله انا هكا ما كنتوقع الاشياء. الحقيقه رقم 15 السؤال اللي كيطرح نفسه السؤال اللي مطروح من بزاف ديال الاخوات اليوم نهار الفطيح. السبب في الغلط ديالي اولا السبب في زياده الوزن. واش انا بغيت نزيد الوزن؟ واش انا زاد لي الوزن من تلقاء نفسه؟ واش الدواء هو السبب؟ واش درت وصفه باش نغلط؟ واش انا عاجبني راسي غليظه؟ واش انا كنعاجبني راسي رقيقه؟ واش تفرض عليا نغلط؟ شي كلهم نجاوب عليه في هذه الحقيقه رقم 14. ومن بعد ثاني في فيكس حيت كنت عامل بالفيكس جاوبت سير صلاتو لا كوموند عيط لي باش يشكرني. كيف ما قلت لكم غنجاوبوا على اسباب اولا شنو اللي خلاني نغلط. الاسباب في الغلط ديالي البنات راه ماشي انا باغا نغلط ولا انا باغا نزيد الوزن. بالعكس انا راه رجعت للسبور واحد الوقت وماشي شي هي مفتوحه والله العظيم. عندي اسباب معينه غنقولهم لكم. السبب الاول اللي هو الهرمونات. عندي مشكل في الهرمونات. تبعت مع الجينيكولوج ديالي البروفيسور اللي كنتبع معاه عندي السبب هو الهرمونات. ثاني حاجه عندي السبب هو واحد الوقت لابيلول حيت درت لابيلول من مورا الفوسكوش. السبب اللي مورا عاوتاني الدواء اللي كنت كناخذ واحد المرحله اللي كنت شويه كيف ما قلت لكم. ها حنا رجعنا للموضوع ديال انني كنضحك وكنكون نشطه وكنكون ضحكه وكنكون فرحانه كيشوفوني الناس فرحانه ولكن صحتي كتاكلها من الداخل. انني كنت كنتعصب من الداخل حتى داك الدواء عنده واحد تيرجع ليه سبب انني زدت في الوزن. انا واش عاجبني نغلط؟ لا. انا واش باغا نغلط؟ لا. انا واش كنت كندير شي وصفه باش نغلط؟ لا. واش تفرض عليا الغلط؟ وي. من طرف الادويه اللي هضرت لكم عليهم دابا هادشي اللي كاين. يلا سيري ماما سيري تفرجي. دي بونجور بونجور. يلا سيري تفرجي عفاك سيري ندير لك لالا سيري ما خلاتنيش سيري نجلس. المهم ما خلاتنيش سيري نجلس. هذا ما كان بالنسبه للاسباب ديال الغلط ديالي. راني وضحت لكم الامور كامله. نمشيو للحقيقه رقم شحال رقم 15 كنظن. الحقيقه رقم 15 هي انني ما كنقدرش نعيش في الدار بلا بخور بلا نت. ما عرفتش علاش ما نقدرش نتخيل راسي انني ما نطلقش البخور في الدار شي نهار. يوميا كنطلق البخور. هادي راه كنديرها زعما باش درت واحد لاكريم لوجي زوينه كنشرح لكم حاجه اخرى. ما نقدرش نعيش في الدار بلا بخور. ضروري خصني نطلق البخور. البخور اللي ريحته زوينه يا اما بخور سلوى يا اما بخور رقيه يا اما بخور الخنجر يا اما ملك العود يا اما المهم بخور اللي ريحته كتخلي واحد الرائحة.
راحه نفسيه ما نقدرش ما نطلقش البخور في الدار. اولا دوك عود ند ماشي عود ند الطواله دوك اللي كيكونوا بحال في حلقه بالسكر صغيوري هادوك كيحمقوني ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش. في دارنا كندي معايا البخور ما نقدرش والله العظيم. ندوزو الحقيقه رقم 16. الحقيقه رقم 16 ما هنقدرش نعاود ندير الرياضة اللي كنت واقفة كندير. ما هنقدرش نعاود ندير الرياضة في حياتي. نقدر نمشي نتمشى بحال هكايا فوتينغ ولا شي حاجة، ولكن السبور ما هنقدرش نعاود ندير الرياضة اللي كنت كندير بسبب المشكل اللي عندي حاليا في العمود الفقري. رقم 17. الحقيقة رقم 17 مهم صافي انت. الحقيقة رقم 17 هي انني كنحمق على الريحة ديال الصباغة ديال الحيوطة والصباغة ديال التفرين، ريحة ديال الدوليو ديال ليسانس. انا من النوع العاشق لهاد الروايح هادو كيعجبوني لدرجة انني كنكون كنصبغ الحيط تنبدا نخشيني في الحيط الله ريحة الصباغة ديال التفرين ديال فيرني واو كيحمقوني هاد الروايح هادو ما عرفتش علاش. الا كنتو نتوما من هاد النوع كتبوا عليا في لي كومونتير باش ما يبقاش فيا الحال. المهم الحقيقه رقم 18 عندي واحد الفوبيا، ماشي هي الغاطس ولا الفوبيا من حاجه عاليه، لا 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 لا. انا ديجا درت ديك القضيه ديال الباراشوت من الطياره ومن الجبل، داكشي عندي عادي. دوك المغامرات من اسهل ما يكون ديجا درتهم. الفوبيا اللي عندي هي سرق الزيت. انا ماشي كنخاف منه بحال كاع البنات، عندي فوبيا راه نقدر سرق الزيت الا كان فشي بلاصه ما نعسش نخرج نخليها لك. ما نقدرش الا كان عندي سرق الزيت في الدار كيبقى عادي لي قلب عليه تيقتلو عاد نعس. ما نقدرش كنخرج نمشي للدور نمشي للباب الزنقه حتى يقتل سرق الزيت على خاطر تيوري ليا ميت عاد ندخل. ما نقدرش، ولا كان ميت وبقى حدا الباب تما ما نقدرش نتخطاه خصو تيحيد. وعندي ماشي خوف، كنشمئز منه مهم. واحد الاحساس الحمي كيشوك ما كنحملوش، احساس خايب عندي منه صافي. الحقيقه رقم 19 رجلي هو الحاج عادل كيعرفني ملي كنت في عمري 12 سنه. بزاف ديال الناس يقول لي فين تعرفتو يلا الفطيح. حنا تعرفنا في سكايب كانت في عمري 12 سنه وتفارقنا واحد المده ويلا كنظن حتى الله اعلم 7 سنين لا 6 سنين ديال الفراق، ماشي فراق وانما انا في ذاك الوقت اللي كانت عندي في 12 سنه كنت كنهضر انا وياه كوم ديزاني بحال خوت بحال ما كانش بيناتنا شي حاجه. ومن بعد ملي رجعنا هضرنا تزوجنا. الحقيقه رقم 20 انا ما كنعسش بالنهار، ما نقدرش نرتاح بالنهار. يعني واخا نكون مريضه واخا نكون في المود النعاس واخا نكون ما نعرفش شنو، واخا نكون كنكون في الكلينيك اوسبيتاليزي كيدكو ليا شي بره باش نعس كنعس نفس المشكل كيوقع ليا. اما في حياتي العاديه ما كنعش بالنهار ما كنقدرش. علاش؟ حيت كيجيوني لي كوشمار. الا نعس بالنهار كيجيوني لي كوشمار. واحد لا كوشمار واحد الكوشمار من صغري، واحد الكابوس كيجيني من صغري نفس الكابوس حياتي كامله كيتعاود. الا نعس بالنهار كنشوفه نفسه
نفسه ما نقدرش نفسر لكم اكثر ولا نعاود لكم. نفسه من نهار عقلت على راسي هو نفس الكابوس كيتعاود كيبان لي قدامي ملي كنكون ناعسه بالنهار. ياي 20 فضيحه 20 حقيقه عني. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالي، ما كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتونسوا معايا شويه، واخا انا بكيت شويه وتاثرت ولكن ماشي مشكل، هذه هي الحياه، هذه هي الدنيا، الحمد لله على كل حال. كنحمد الله ونشكره على النعمه اللي جات عليا بها وعلى الابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى. بوسه كبيره لكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.